بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. كلمة كفرية يقولها بعض الناس أو ربما كثير من الناس بسبب الجهل بالعلم الشرعي، وهذا من سلسلة البدع القولية واللفظية أو الفعلية التي يفعلها كثير من الناس الآن. بعض الناس يقول على الشيء الذي ليس له أصل ده طالع شيطاني، ده طالع شيطاني، يعني يرى نباتا في الأرض لم يسقى او لم تضع له بذره في الارض، فيقول ده يا عم ده حاجه كده طالعه شيطاني. انت عارف يعني ايه طالع شيطاني؟ معناها ان الشيطان هو الذي خلق هذا الشيء. اتجعلت من الشيطان خالقا وانت لا تدري بكلمه كفرت بالله سبحانه وتعالى وجعلت الد اعداء رب العالمين خالقا. كثير من الناس يقول على الشيء ليس له اصل، يقول لك يا عم ده حاجه كده طالعه شيطاني. لا يجوز ذلك ابدا، لا يجوز ذلك ابدا. ويجب عليك ان سمعت انسانا إن يقول ذلك ان تنهاه. حاشا لله سبحانه وتعالى ان يكون الشيطان خالقا او يكون او تسبب في شيء، فما نقولش على شيء ملوش اصل ده طالع شيطان. هذه كلمه منتشره بين الناس، وانتشرت بسبب الجهل بالعلم الشرعي وبسبب التقصير في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتنتشر بين الشباب والمراهقين الذين عندهم علم يعني بالشرع. فطبعا انا هكتب لكم الكلام ده تحت الفيديو، انسخوه وانشروه ونشر هذا العلم في ثواب عظيم. واياك ان تسكت على معصيه او على كلمه يكفر بها بالله سبحانه وتعالى، والا تكون شريكا في الاسم. وان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هكتب لكم الكلام ده تحت الفيديو، انسخوه وانشروه ونشر هذا العلم في ثواب عظيم، ولعل علما في النهار اجر عامل يوم القيامه. لا ينقذ ذلك من شيء. تشوش على الجرس في القناه لسلكم كل جديد، وساعدوني على نشر السنه النبويه.